السلام عليكم، ركز معايا في اول فيديو وحط لك الكتاب. افتح. ازيك عامل ايه؟ ما بينا ولا ايه؟ ما بينا؟ السلام عليكم. فبكان مؤثر عليه الاعمال اللي كانت معموله والضرب اللي زاز وضربه له، فهو راح زي ما يكون كده راح في غيبوبه خالص. الله يا سامح انا ما ردوش على وشي عشان دماغي. انت اللي عملت ده كله؟ لا اسمع من كتير وعلا. على فكره الموضوع طلع غصب عنك وغصب عني وغصب عن زازو، هي زي لعبه كده او شيطان دخل ما بيننا، هو اللي خرب كل حاجه، خلى زازو يتحكم في حاجات وخلى ابو حميد يتحكم في حاجات وخلاني انا ذات نفسي اعمل حاجات انا مش عارف انا بعملها ازاي. ودور وكاسكو وليف البريك. زازو بيتكلم بيقول لك خطف وضرب ويعني حاجات كتير حصلت. كان ممكن يحصل في الاكل. الموضوع ده كان ممكن يحصل فينا الاكل. كان ممكن حد فينا يموت. انا بتاع الاكل انت عارف. يا جدعان زي ما انا ما كنت في الفيديوهات بتكلم عليه وحش وبشتمه، انت مالك كده اتغيرت؟ انت بقيت وحش؟ انت بقيت ما بقتش كويس؟ لا، زي ما اشتمته في الفيديوهات هتأسف له في الفيديوهات برضه، وانا بقول له انا اسف وانا غلطان، وانا كان غصب عني زي ما انا اشتمته قدام الكاميرا هتأسف له قدام الكاميرا وابص على دماغه واقول له انا غلطان عن اي حاجه عملتها معاك، لان اللي حصل ما كانش زي فانا بتأسف له. عن كل اللي حصل. صدقوني يا جدعان اللي حصل ده كان غصب عننا، والمشاكل اللي حصلت دي كانت غصب عننا، احنا كان في مشكله زي كده نحلها مع بعضينا، لكن اللي حصل غير كده انا ما كنتش داري بنفسي وهو ما كانش داري بنفسه، والاعمال اللي حصلت والحاجات اللي حصلت دي هي سيطرت علينا بمعنى اصح. فالحمد لله هنا ورايح نرجع للفيديوهات بتاعتنا التحديات، ونرجع للمقالب ونرجع الحاجات اللي احنا كنا بنعملها، وزي ما احنا مع بعض وزي ما احنا مكملين، واللي مش مشترك في قناه ابو حميد ينزل دلوقتي يشترك فيها، لان هينزل عليها برضه كل الفيديوهات كتير، بس حاليا هي فيها مشكله وبعدين هتتحل. كام يوم بالظبط هتتحل وجبت انزل عليها الفيديوهات زي ما هي بالظبط. يعني انا مش قادر اتكلم دلوقتي، يمكن صوتي مش قادر يوصل لكم، بس اكيد شعوري هيوصل لكم ان اللي مر بينا دوت او اللي مر بينا دوت حاجه خارجه عن ارادتنا، وربنا ينتقم من يعني السبب في الخراب اللي حصل دوت. انا مش عارف انا بعمل كده ازاي، او يعني انا مش متخيل ان كميه الشر دي تطلع مني، لان انا عمري في حياتي ما كان جوايا شر لاي حد او حقد لاي حد، بل بالعكس الحمد لله رب العالمين، يعني انا محبوب بالناس كلها. فاللي خرج مني ده غصب عني خارج عن ارادتي، فانا بعتذر لكم انتوا الاول، لان خليتكم شفتوا بني ادم كله شر. والله يا جدعان انا ما فيش اي شر من ناحيتي ولا في اي حاجه من ناحيتي، اللي خرج ده كله انا مش عارف كنت بعمل كده ازاي، الفكره اللي هي كانت بتجيلي ديت بتجيلي ازاي انا مش عارف.
انا بعتذر لكم جدا جدا، وبعتذر لكل اللي كان بيحب ابو حميد واللي بيكره ابو حميد دلوقتي برضه، انا بعتذر له. ومن حقك تحبني، ومن حقك تكرهني، ومن حقك تقول فيا رايك. فبعد اذنك يا جدعان يا ريت تسامحوني. عايش. لا لا ولا يهمك ولا يهمك يا كبير. انا مسامحك على كل اللي انت عملته، يا ريت تسامحني. انا مش فاكر اي حاجه، انا مش فاكر اي حاجه كان بيوروني فيديوهات، انا مش بعرف انا عملت كده ازاي. ازاي انا يطلع مني كميه الشر ديت؟ ازاي يطلع مني ان انا اعمل فيه كده او اعمل فظاظه كده؟ لما هو ما كانش عايز يمشي صدقني، هو كان قاعد هنا معايا مش عارف كان بيعمل حاجات غريبه بجد بجد. وفي وقت ما كنتش بلاقيه بالليل وكنت بلاقيه، انا مش عارف كان في ايه، كان في حاجه غريبه، كان في حاجه غريبه بتحصل. يا ريت كل ده يتحط والناس تشوفه، لان زي ما قلت لكم يا جدعان من حقكم تقولوا فيا رايكم، من حقكم تحبوني، من حقكم تكرهوني، من حقكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. انا بعتذر لكم جدا، ويا ريت اقدر اصلح اللي انا عملته، ويا ريت اقدر ارجع ابو حميد اللي انتوا بتحبوه واللي انتوا كنتوا بتشجعوه واللي انتوا كنتوا حابينه. بس يا بص بس يا بص بس يا بص. طيب انا هاني الفيديو عملت كده، مش هتعمل لك كتير قوي، عايزين نوصل الفيديو ده ونطلع في عرض لايكات. اشوفكم الفيديو الجاي بفكره جديده، وزي ما انتم شفتوا كلامي وكلام ابو حميد وكلام الشيخ وكلامنا كلنا اللي انا عايز اروح للشيخ دوت، انا عايز اروح له، انا عايز اروح هنروح له وهنتكلم معاه وهنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع. بس اشوفكم الفيديو الجاي، بوعدكم اللي احنا هنرجع زي الاول بفيديوهاتنا بالمقالب بالتحديات بتاعتنا. وبصوا الشغل الجديد هينزل، اشوفكم الفيديو الجاي. انا هظهر في التحديات دي يا جدعان، بس استنى. تعالى يا جدعان، يلا نقول سلام، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. اعتذر.